رسالة أفسس الأصحاح الأول. من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء، لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه، أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم، فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها، أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة، فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق، أي بشارة خلاصكم، وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود، وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين، حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم، وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة، وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا، وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.